لبنان منارة علمية من 500 سنة، اليوم عم تتكسر أمام عيوننا. مدارسنا، مدارس الرسمية بلبنان ضلت مسكرة نص شباط. هيدي كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته. هل بيقبل يشوف جيل بكامله 250 ألف ولد قعدوا بلا علم؟ أنا هودي ما بدي دق فيهم. تدعم المدارس اللي هن كانوا فخرنا، معقول ان احنا هلا عم نضرب جيلنا يلي هو بعد 20 سنة بيبين؟